جيت في الزياره لهذا المعرض هذا اللي داروه التلاميذ ديال مدرسه القلم، وبان لي على ان التلاميذ كيديروا بزاف ديال المجهودات، وكاين تنوع كبير يعني في اللوحات، كتبان بزاف يعني لا سيمبليسيتي اي لا فيريتي في هذه اللوحات الفنيه، وهي متنوعه بزاف، فيها الطبيعه، فيها لينوسونس، فيها فيها اشياء يعني في الحيوانات كتعبر على لا ناتور وعلى كل شيء، وهذا مجهود كبير من طرف التلاميذ، وكنتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. اليوم نشوفوا هذا المهرجان ديال التلاميذ ديالنا والابناء ديالنا، والصراحه حنا فرحانين بزاف لان العمل اللي قدموه اليوم الاطفال هو عمل فيه فن كبير، وهذا يعني ان بلوس للمدرسه ان بلوس لي زيتود ديال الدراري، باسكو لي زيتود تيحتاجوا الفن وتيحتاجوا الرسم، وخاص المدارس كلهم ان شاء الله يبذلوا جهد كثير باش يمشيوا في هذا الاتجاه، لانه لا في الطب ولا في الهندسه ولا في اي مجال كنحتاجوا هذا النوع ديال الفن، كيساعدنا بزاف. S'apprête à partir pour laisser place à la lune. Le soir s'apprête à partir. Il s'installe en douceur. Un oiseau qui admire ce rituel de la nature. Plonge dans ce tableau pour écouter la douce conversation intime entre le soleil et la mer qui se manifeste chaque soir. Partageons tous ce moment intime avec les gens qui demeurent dans le besoin. Et merci. زاد الحضور الكرام، الطاقم الإداري والتربوي لمؤسسة القلم، أبنائي الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، إصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مكتب جمعية الشفاء للمساعدة الطبية بأكادير، هذه الجمعية كما لا يخفى عليكم أنها جمعية أسست منذ 12 سنة وهي في خدمة المرضى المحتاجين، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر إدارة مؤسسة القلم على ما تبذله من مجهودات في هذا البلد. وبالمناسبة فإننا منذ 3 سنوات ونحن في شراكة مع مؤسسة القلم فيما يتعلق بمساعدة الأطفال المرضى المحتاجين.